طلعت طياره. اول ما طلعت طياره صدقنا، قلنا لا، قلنا لا تمام. وبعد كذا اشتغل الوابل، كانت معانا عساكر ما حضرتش 67 وما شافتش الطيران، قالوا خلاص الدنيا خلصت لهم. لا الدنيا ما خلصت، لسه الدنيا تقول. وسبعين طبعا وقت يعني بدء المعركة كان جاهم ظروف مكتوب عليه سري للغاية، أعلى درجات السرية فيها سري، سري جدا، سري للغاية، أعلى درجات السرية سري للغاية. فتح الساعة 1:45 يعني 2:45، وكناش مصدقين احنا عايزين اي حاجة عشان خلاص. فعلا الساعة 2:15 قال لك حتطلع قصف الطيران يضرب اقرب مواقع، لا اقرب مطارات العدو اقرب مواقعه، وبعد كده هيبقى تعامل بالمدفعية قوات البرية، يعني اللي هو قبل العبور قبل عبور المشاة اللي بتشوفه بالقوارب دي. الأول وابل المدفعية، وابل النيران المدفعية عشان تهيئ المكان، بس ما يقدرش يعدي وده قاعد جاهز ليه. قالوا عايزين عسكري طالما يمر من امام المزغل ده عشان يضربوا، احنا نحدد المزغل. بقي العساكر تتهافت، كله عايز يطلع طالما عارف نفسه حيستشهد هو، لا ما حدش خايف من الموت. وين اللحظه اللي كنا مستنيينها احنا؟ يا اما شهاده نخلص من القصه. يطلع العسكري يمر قدام المزغل، العسكر الاسرائيلي لئيم ما يرضاش يتعامل معه. قالوا تعاملوا معهم بالخلف، خشوا لهم بالخلف. الخلف طبعا الخندق يمشي كل 3 متر يكسر يمين، 3 متر يكسر شمال، ما مشيش مستقيم يعني عشان نوصله. كل كسرة عليها مدفع بيرشاش. يخش العسكري بتاع الحرب الكيماوية، نحن بنكمل بعض، مشاة على حرب كيماوية على كل بيكمل بعضه في الموقع. يدخل بالاسطوانة، أول ما يشوف العسكري الإسرائيلي يروح لداره على طول، يترمي باسطوانته، يطلع العسكري خلفه المصري يدوس عليه، لأنه ما فيش طريق غير إنه يدوس عليه. يدوس عليه يخش يموت العسكري الإسرائيلي اللي موت المصري، يدوس على المصري زميله ويضرب الإسرائيلي. أول ما يجي يكسر في الكسرة الثانية اليمين مثلا، الإسرائيلي يتعامل معه يموت، هو عارف نفسه حيموت، المصري اللي داس على زميله عارف اللي خلفه حيدوس عليه بس حيكمل. وهكذا إلى أن وصلنا للنهاية، وطلعوا العساكر زي اللي أخذوا زي الفار المبلول من الله. وبعدين ما كنا الواحد يفضل الشهادة ولا يفضل انه يتصاب مثلا رجله تتقطع، دراعه يتقطع، يعني تحصل في اعاقه، يقول لك استشهد افضل باللي كنا نتمناه. فرحه مش ممكن يعني، ما اقدرش اوصفها لك يعني. عساكر تبكي وعساكر مش ممكن يعني. ضحيتوا عشان الناس دي فلازم هم يحافظوا عليها. ليه الناس استشهدت؟ طمنوني. المفروض يحافظ الشباب. لا انت شوف صوتي انا وصغير، شوف صوتي دلوقت، دي كانوا زيي واحسن مني، من مصر، من اسكندريه، من المنصوره، من جميع على مستوى الجمهوريه. شو ممكن؟ حافظ على بلدك. شو حافظ على بلدك؟ حافظ على الناس اللي حافظ على اللي جنتهولك، الناس دي حافظوا عليه.